واتس اب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه دوش دكتور. النهارده ما تنساش تحط اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. لو انت حابب تحصل على كورسات سيبك تحت التفاصيل اسفل الفيديو، ولو انت حابب تشتغل معايا سيبك تحت حسابات اسفل الفيديو تتواصل معايا. هنشوف فيديو النهارده. فيديو النهارده جايين نتكلم عن ازاي تعدل على ميلودي انت عملتها، تمام؟ ازاي تغير الشكل الميلودي اللي انت اوريدي عملتها بس عايز تلعب في الميلودي نفسها وتغيرها، تمام؟ وتعمل فكره جديده من الميلودي ديت. طبعا هنعمل اول حاجه بنضيف الميلودي اللي هي مثلا دي. طبعا الميلودي ما كانتش كده، هوريك شكل الميلودي الاولى عامله ازاي. تمام، دي شكل الميلودي الاولى. بس طبعا يعني احنا دلوقتي بنشوف شكلها بس دي مش الاصليه، تمام؟ احنا ممكن الاول نشيلها من على كل حاجه كانت كده، تمام؟ بعد كده قعدنا عملنا ايه، قطعنا عملنا الشوب اللي هو تقطيعاته كده الميلودي دي كلها بالظبط بالشكل ده، وده اللي طلع معانا. يعني مثلا هي كده. اول حاجه عملناها هنا ايه، جبنا البيتش دوت بيتش اب زائد 200، تمام؟ عشان نغير التون او الطبقة، تمام؟ بعد كده عملنا ايه، قطعنا مثلا الحتة دي كده ودي عدناها كده. لا دي ما قطعناهاش، دي عدناها بس كده، تمام؟ وهي كانت كده. فبرضه انت بتغير وبتعدل على طريقتك، وممكن برضه في طرق تانية كتير تقدر تعدل بيها. ممكن تعمل ريفرس، ممكن تبقى كده، مثلا ممكن كده تعمل كات من هنا الجزئيات في الـ في الفريكونسيز. تمام، بس احنا اللي عملناه هنا عملنا دي كده. بعدها رحنا هنا على انسرت، حطينا مرضى ميلوديز اللي هو الفلتر ده، واخترنا خيار اللي هو اسمه الايف. بعد كده علينا هنا الصوت شويه من الماستر بس كده، وده اللي طلع معانا. ممكن بقى لو انت حابب تزود مثلا زي فلابلا ريفيرب شوية صوت أو حاجة زي كده. بس كده انت ممكن براحتك بقى تعدل زي ما انت عايز على الميلودي بتاعتك او ايا كان ميلودي تانية، تمام؟ فبس كده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. فبس كده كان معاكم دي جي دكتور، فسلام.